vraiment le Hollywood de ce match de tour, on a tout à fait un accord avec la télévision, après nous on a fait une grosse tour, on a fait un match, il faut y aller, on va faire une chahade à ce moment. كمان نريدون كنوصة فيما نستمدات الكتور وفوت الأسرى الحرمين وحالي عادة ان توفر شهادة الميلاد لتقديم الطلب والخطوة عن الجنسية الحرمينية وعرضت الذي أعاد كان عن شكوها لمعسلي الوزارات والدوائر عن تعاون المسار وأكدة على أن يتحمل جميع المسار وأسرع ما يمكن. أفاد مكتب لجنة القضية الأرمنية في أوروبا أن الممثلية الجمهورية الأرمنية في فرنسا ستكون برئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في بداية السنة. وقال الممثل لجنة بيدو سيمرشان أن الممثلي الجالية سيتحدثون مع الرئيس مسألة مشروع قانون تجريم الآثار المجرى. وذكر أن الرئيس الفرنسي أكد الوعد الذي قطعه خلال الحملة الانتخابية وسيخطى مشروع القانون المذكور في جامعة الوطنية ومن ثم في مجلس الشيوخ وبعده الاقتصادات عليها الرئيس في دون انتظار رده وخلفه الى المجلس الدستوري. ذكرت صحيفة أستراليا أن جمعية الحقوقيين الأرمن في الولايات المتحدة انضمت إلى لجنة الذكرى المئوية ونظرت الأرمن في مصادر. يجب على هذه اللجنة أن تنظر وترأس الحصانات المسالة في غرب الولايات المتحدة المكرسة للذكرى المئوية لوزارة الأرمن في 24 يناير 2019. استدعى من عام 2006 تلقى مركز الرصد المالي والبنك المركزي الارمني حوالي 1000 تقرير بشان المعاملات المشتركه. وبلغ عدد في العام الجاري 150 معامله. وقال مدير المركز دانيال حزتان ان المعاملات المشتركه في الاصل تتعلق بالبطاقات المصرفيه والاوراق الماليه والرسائل السديده التي تلقاها الناس عبر البريد الالكتروني ومعاملات ماليه صوتيه. واشار زبيان الى ان الارمنيا لم تظهر ابدا في قائمه المجلس الاوروبي للدول التي تخسر فيها الاموال بخلاف اذربيجان واوكرانيا. وقع اغلاق كنيسه حركه العشاء الارمنيه في فارس بصوره دائمه على تتحولت الى مسجد اثار عدم رضا المحليين والاجانب. فكثير من السياح الزائرين للكنيسه الارمنيه السابقه الواقعه تحت قلعه كارت التاريخيه طلبوا السلطات المحليه من فتح الكنيسه بصوره دائمه واشتكوا لانهم سيصح لهم الدخول الى الكنيسه في رؤيتها. شهدت هذه الكنيسه سوء عام 1940 وعام 1918 عندما علم عن قيام جمهورية أرمينيا كانت تعمل كنيسة أرمينيا. وفي عام 1920 تحولت الكنيسة إلى مسجد. استقبل القداسة كاثوليكوس الأرمن